نعود إليكم مشاهدينا. للخط العربي مكانة مميزة عند العرب بالأخص، وللخط الجميل والحسن هداية ونور لكل من يقرأه، وخاصة في إيضاح المعلومة واستخلاصها بالطريقة الصحيحة. أكيد لخطنا العربي تاريخ قديم وأصول عريقة. نتعرف إن شاء الله مع الدكتور عبد الكريم حول الخط العربي، وهل له ارتباط بأهل البيت سلام الله تعالى عليهم؟ نتابع سوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنكون مع فقرة الخط العربي لنتعرف على عوالم الخط العربي الجميلة والموسعة، وسنتشرف بالتعريج على أنواع الخط العربي التي مرت عبر العصور، وسنتناول أيضا لمحات وتفاصيل من الزخرفة الإسلامية التي كانت مرادفة للخط العربي في كل مكان وزمان. فالخط والزخرفة توأمان ووجهان لعملة متألقة واحدة هي الفنون الإسلامية، وسنعرج أيضا على دور مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تطور الخط والكتابة العربية، وسيكون هذا البرنامج مثري وواسع ودقيق وتفصيلي، سيكون مهما جدا لكل الخطاطين أولا والفنانين ثانيا والمهتمين بالتراث الإسلامي والفنون الإسلامية، وإضافة إلى المتعلمين والمتذوقين لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية. ونرجو أن يكون هناك تفاعل وتواصل مع هذا البرنامج الجميل والجديد الذي سنتشرف بتقديمه وعرضه، ونرجو أن يكون هذا التواصل من خلال الآراء والتعليقات والمقترحات التي تثري هذا البرنامج وتدفعنا إلى تقديم الأرقى والأجمل والأفضل. وهذا أملنا بكل متذوقي ومتعلمي الخط العربي، إضافة إلى أساتذته الكبار الذين نتشرف بأن يكون لهم رأي وبصمة في هذا البرنامج وهذه المعلومات الدقيقة. وأنا خادمكم وخادم الحرف العربي عبد الكريم الشمري من تلاميذ الأستاذ عباس البغدادي الذي يعد الخطاط الأول في دنيا الخط العربي في العصر الحالي، ومعلوماته يعرفها الجميع، هي كأرقى ما يكون وأدق ما يكون وأوثق ما يكون أيضا، وله طلابه في كل الوطن العربي بل في العالم الإسلامي أجمع. وسنكون في منتهى الدقة والحرص والتأني في عرض المعلومات، إضافة إلى كتابتها على هذه السبورة التي خلفي. وسنتشرف بكتابة أحرف بعض الخطوط التي سنتطرق لها، والكل يعلم الخطوط الرئيسية هي ستة، سنتطرق لها بشكل تدريجي وتفصيلي، بدءا بخط الثلث ثم خط النسخ ثم الخط الكوفي والخط الديواني ثم خط التعليق وأخيرا خط الرقعة،
إضافة إلى الخطوط الثانوية والمشتقة والتي يربو عددها على 8 خطوط، فيكون المجموع 14 نوعا من الخطوط المتداولة حاليا، وليس كل الخطوط، فالكل يعلم بأن الخط العربي تفرع وتنوع إلى خطوط كثيرة جدا قد يتجاوز عددها 100 نوع، بضمنها أنواع الكوفي التي تربو لوحدها على 70 خط، ولكن قسم منها اندثر أو لم يعد مستخدما ومتداولا، ولكن الخطوط المهمة المتداولة حاليا هي 14 نوع تقريبا، سنتشرف بالتعريج عليها وكتابة نماذج منها، وقد نتطرق بشكل تفصيلي إلى بعض الخطوط، وتكون لنا حلقات متواصلة في هذا البرنامج الجميل الذي نأمل أن يحتضنه ويلتف حوله كل المهتمين بالخط والخطاطين، ويتفضلوا علينا بإبداء آرائهم وملاحظاتهم وحتى استفسارات البعض إن كان لديهم استفسار في خصوص جزئيات الخط ومعلوماته الدقيقة وأسلوب كتابته وطريقة رسمه. وسنكون بعون الله يعني نؤدي هذه المهمة إن شاء الله بشكل دقيق وأمين. ما بدر أن نبينه كمقدمة لهذه الحلقات، وستكون الحلقات القادمة فيها تفصيلات دقيقة وجزئيات ومعلومات إضافية، إضافة إلى عرض سلايدات ستكون معين لبحث هذه الأمور بشكل دقيق وتفصيلي. نأمل أن تبقوا معنا لتستمتعوا بفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية. جزاكم الله خيرا وأدام توفيقكم، وشكرا لكم. شكرنا الجزيل للأستاذ عبد الكريم الشمري على هذه المعلومات. طبعا يعني منها جاي إن شاء الله حتشوفون فقرات مهمة، باعتبار أنه إن شاء الله راح تنتهي هذه فترة الامتحانات ونكون مقبلين على العطلة الصيفية، فراح نحاول أنه جاهدين من خلال فقرات صباح كربلاء أنه نقدم لكم الفقرات اللي ممكن أن تطور مهاراتكم وتشغل وقت الفراغ، بحيث إذا كملت العطلة إن شاء الله بخير وسلامة والله ينطينا طولة العمر إلنا وإلكم، راح تكون عندكم مهارات جميلة وراح تكون عندكم يعني أشياء جميلة اللي تنشغلون بيها، مو فقط متابعة السوشيال ميديا والأمور الأخرى، يعني تشوفون موضوع إنه الخط العربي من المواضيع المهمة جدا، خصوصا لما نحسن خط إيدنا نصير نفتخر لما نكتب أي شيء على الورق أمام الآخرين، وبصراحة نحس بقوة شخصية عندنا. عبد السيلت ليلى، خطك حلو؟ أنا خطي الحمد لله، بس أحيانا تصير إذا الورق نوعيته جيدة والقلم اللي ألزمها أماتي نوعيته جيدة يكون بعد أفضل. حلو. أنا دا أشوف اليوم كتبتينا. لا هذا على عجالة ما يجب. بس لا حلو يعني مفهوم واضح. زين واضح الكلمات. تقريبا أنا مشابه يعني. الحمد لله. إحنا مهما تتطور عندنا التكنولوجيا ونكتب بالموبايل أو الجهاز الحاسوب وغيرها، يبقى خط الإيد إلى فد طعم آخر، حتى المعلومات لما أنت كتبيها أنت بالورقة تحسين بيها فد نغمة فد طعم. أنا من النوع اللي كلش أحب الورقة والقلم.
يعني ما ابتعد عنهم، حتى مرات لما اريد اخطط الافكار او في شيء اكتبه على الورق والقلم، يلا بعدين اكتبه على الحاسوب. صحيح، مع انه اليوم جت وسائل الطباعه الحديثه أي. وكذا، بس خصوصا يعني انه الاطفال لما انه يكون ملمس الورقه والقلم وتقوين ايديهم ويكتبون شغلات ويعلقوها على الحائط او يعني يزينون بها البيت في عبارات حلوه او يكتبون اسماءهم مثلا، هاي كلها تشجيع لهم وتقويه يعني اعصاب اليد حتى انه مستقبلا يكون خطهم اجمل. ويا ريت يعني الكوادر التدريسيه من المعلمين يركزون على هذا الموضوع، يعني يحاولون انه قدر الامكان يصححون للطفل انه امسح واكتب ماكو مشكله، او اكتب مثلا صفحات من الاوراق حتى تتقوى ايده. شوفي هسه ما نريد نطول على استاذ كرار، موجود ويانا منتظر نشره الطقس. صباح الخير كرار. أسعد الله صباحك يا زميلتي ليلى. أسعد الله صباحك بالخير والسلامة. إحنا بدنا نحكي عن موضوع الخط أنا وليلى. أذكر يعني معلماتنا بالابتدائية كانوا ينطون درجة إضافية للي مرتب الورقة مالته بالامتحان أو مرتب الدفتر مالته، هذا كله تشجيع حتى يصير خطنا حلو ومرتب. أيضا الورقة دائما الخط العربي أنا برأيي أكثر جاذبية بالكتابة بالتدوين. على الرغم من التقنيات الحديثة، التطور بالطباعة وبالألوان وشتى الطرق الحديثة في الكتابة، لكن يبقى للخط العربي نكهة خاصة في الكتابة وفي التدوين، كان مواضيع دراسية ومواضيع في العمل، كتابة بعض الملاحظات هنا وهناك. صحيح، شكرا لك كرار. إذن كرار خلينا أيضا نتعرف وياك على نشرة الطقس وندخل بموضوعنا وأجواء الطقس والعجات العراقية القادمة. كل تفاصيل النشرة الجوية بعد قليل. صلى الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم بكل خير، في صباح جديد مع نشرة الأنواع الجوية ضمن برنامج صباح كربلاء. والبداية مع تصريح رسمي من قبل الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في العراق ليوم الأحد الموافق 8 من آيار الحالي، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحو مغبر في بعض الأقسام الغربية من ناحية الغبار الخفيف، درجة الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار تنخفض لتصبح من 2 إلى 4 كيلومتر. أما المنطقة الشمالية الطقس غائم جزئي إلى غائم مع تساقط زخات مطر في الأقسام الجبلية مع تصاعد للغبار في بعض الأماكن، درجة الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعتها من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار ينخفض ليصبح من 3 إلى 5 كيلومتر. أما المنطقة الجنوبية طقس صحو مغبر، يتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر، درجة الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سيكون من 6 إلى 8 كيلومترات. أما في الغبار ستنخفض مديات الرؤية لتصبح من 2 إلى 4 كيلومتر، بينما درجات الحرارة ستكون كالآتي. نبدأ أولا من العاصمة، بغداد سجل الصغرى لهذا اليوم 17 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 30 درجة، والطقس مشمس في العاصمة بغداد لهذا اليوم. البصرة سجل الصغرى لهذا اليوم 20 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 33 درجة، والطقس مشمس في البصرة لهذا اليوم. أربيل سجل الصغرى لهذا اليوم 11 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 23 درجة، والطقس مشمس في أربيل. كربلاء المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 19 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 31 درجة، والطقس مشمس في كربلاء المقدسة. ذي قار سجل الصغرى لهذا اليوم 20 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 33 درجة، والطقس مشمس في ذي قار
لهذا اليوم. السليمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 11 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 22 درجة والطقس مشمس في السليمانية لهذا اليوم. بابل سجل الصغرى لهذا اليوم 18 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 31 درجة والطقس مشمس في بابل لهذا اليوم. ميسان سجل الصغرى لهذا اليوم 20 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة والطقس مشمس في ميسان لهذا اليوم. أدهوك سجل الصغرى لهذا اليوم 12 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 21 درجة والطقس غائم ممطر في دهوك. الأنبار سجل الصغرى لهذا اليوم 15 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 27 درجة والطقس مشمس في الأنبار لهذا اليوم. النجف الأشرف سجل الصغرى لهذا اليوم 20 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة والطقس مشمس في النجف الأشرف. الديوانية سجل الصغرى لهذا اليوم 20 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة والطقس مشمس في الديوانية لهذا اليوم. الموصل سجل الصغرى لهذا اليوم 13 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 24 درجة والطقس غائم ممطر في الموصل. ديالى سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 30 درجة والطقس مشمس في ديالى. واسط سجل الصغرى لهذا اليوم 18 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 31 درجة والطقس مشمس في واسط لهذا اليوم. صلاح الدين سجل الصغرى لهذا اليوم 17 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 28 درجة والطقس مشمس في صلاح الدين. المثنى سجل الصغرى لهذا اليوم 19 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 32 درجة والطقس مشمس في المثنى لهذا اليوم. كل التقارير والخرائط الجوية تؤكد إلى أن الأجواء ستكون متغيرة من حيث البرودة في المناطق الشمالية والأمطار، مع استمرار موجة الأمطار في المناطق الشمالية، ولربما هناك موجة من الغبار خلال الأيام القريبة المقبلة في المناطق الوسطى والجنوبية. نلتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من المدن المقدسة وعواصم الدول المجاورة. مدينة مشهد المقدسة سجل الصغرى لهذا اليوم 16 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 29 درجة والطقس غائم في مشهد. المدينة المنورة سجل الصغرى لهذا اليوم 26 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 28 درجة والطقس مشمس في المدينة المنورة. الكويت العاصمة سجل الصغرى لهذا اليوم 25 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 33 درجة والطقس مشمس في الكويت العاصمة. دمشق السورية سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 26 درجة والطقس مشمس في دمشق السورية. عمان الأردنية سجل الصغرى لهذا اليوم 13 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 23 درجة والطقس مشمس في عمان الأردنية. اسطنبول التركية سجل الصغرى لهذا اليوم 10 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 18 درجة كدرجة حرارة عظمى والطقس غائم جزئي في اسطنبول التركية لهذا اليوم. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة في بعض من العواصم الدول العالمية. عاصمة بريطانيا لندن سجل الصغرى لهذا اليوم 8 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 18 درجة والطقس غائم جزئي في لندن. برلين العاصمة الألمانية سجل الصغرى لهذا اليوم 6 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 20 درجة والطقس مشمس في برلين لهذا اليوم.
ستوكهولم سجلت صغرى لهذا اليوم درجتين كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 13 درجة تقص غائم جزئي في ستوكهولم. كوبنهاجن سجل صغرى لهذا اليوم 8 درجات كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 17 درجة والطقس مشمس في كوبنهاجن لهذا اليوم. باريس الفرنسية سجلت صغرى لهذا اليوم 12 درجة كدرجة حرارة صغرى، بينما العظمى لها متوقع أن تصل إلى 23 درجة والطقس غائم جزئي وممطر في باريس، في ظل موجة الغبار التي تضرب محافظات الوسط والجنوب خلال هذه الأيام واليومين الماضيين. الحال كان مختلفا تماما في المحافظات الشمالية مع موجة الأمطار والبرد الذي يعرف بالحالوب الذي اجتاح محافظات أربيل والسليمانية. نشاهد مقطع الأمطار هذا ولنا عودة مرة أخرى. مختلفة تماما يشهدها أو تشهدها المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب، وهذه الموجة التي اجتاحت المحافظات الشمالية من أمطار وبرد استرعت انتباهنا هذا اليوم. ألتقيكم دائما على المحبة والود بعد 10 صباحا، وهذه عودة مرة أخرى إلى الزميلات في استوديو برنامج صباح كربلاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، من المواضيع اللي نحب نسلط الضوء عليها الآن في آخر فقرات صباح كربلاء لهذا اليوم، راح نتحدث عن موضوع أنه ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يقال أنه هي تسبب ضرر للخصوبة بالنسبة للمرأة، يعني كل ما زاد وزن المرأة كل ما راح تقل فرص حصولها على الحمل الطبيعي، أحيانا حتى بالمختبرات راح تفشل هذه المرحلة أو العملية إذا حاولوا أنه يتمموها. طيب يعني معناته باختصار انه كل ما تكون المرأة عندها زيادة بالوزن كل ما تكون فرص حصولها على الحمل تكون ضعيفة. طيب في حال انه حصل الحمل وهي تعاني من زيادة في الوزن، شو راح تتعامل مع موضوع الحمل وهل هذا الشيء راح يأثر عليها؟ هل انقاص الوزن في فترة الحمل شيء سليم يعتبر؟ هذه المعلومات واكثر راح نتعرف عليها من خلال فقرتنا القادمة مع الدكتورة تكتوم صخر اللي راح تتحدث حول موضوع الحمل والسمنة، فرافقونا. السمنة والحمل، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا راح يكون عن الأمهات ذات الأوزان العالية وشون يعني يصير تأثير بالحمل. طبعا احنا بالسنوات الأخيرة دلاحظ بأنه يعني هوايد يجونا أمهات حوامل ذات أوزان عالية، واكو حتى أوزان عالية جدا، يعني احنا نصيح لها السمنة المفرطة. يعني نتناول هذا الموضوع لان به تاثيرات يعني حتكون على الام وتاثيرات على الجنين. طبعا هاي التاثيرات خلال الحمل حتكون، وتاثيرات اثناء الولاده، وتاثيرات بعد الولاده، وتاثيرات حتى على يعني على الطفل المولود بالمستقبل.
طبعا التأثيرات خلال الحمل تكون تأثيرات على الأم، مضاعفات على الأم ومضاعفات على الجنين. المضاعفات على الأم يعني خطورة ممكن الأم تنصاب بمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، تسمم الحمل، ممكن أيضا تصاب بالخثرة، مضاعفات الخثرة ومشاكل الخثرة. ممكن أيضا الأم تعاني من التهابات متكررة خلال الحمل. هاي بالنسبة للمضاعفات على الأم ومضاعفات على الجنين. طبعا مضاعفات على الجنين تبدي حتى صعوبة إحنا شلون نحدد وزن الجنين، صعوبة نسوي سونار للأم ونتابع التطور النمو مال الجنين خلال الحمل. أيضا صعوبة في حتى قياس نبض الجنين للأم الحامل يعني بسبب الوزن العالي. وأيضا خطورة على الجنين ممكن يعني يتعرض للإسقاط، خطورة على الجنين ممكن يتعرض من تشوهات خلقية متعددة. من أهم هاي التشوهات تشوهات بالجهاز العصبي، تشوهات بالقلب وتشوهات أخرى أكيد. والخطورة اللي ممكن أيضا نلاحظها حتى خلال الولادة، يعني خلال الولادة تكون ولادة الأم التي تعاني من السمنة تكون ولادة ليست سهلة، وتطور الولادة ما يكون بالوضع الطبيعي المعتاد للأم اللي يكون وزنها طبيعي. يعني خلال الولادة إحنا بالأم اللي تعاني من السمنة يحصل عندنا صعوبة يعني في شلون احنا نقدر نتابع تطور الولادة، صعوبة شلون اني راح اقدر اسمع نبض الجنين خلال الولادة. ممكن ايضا الام ما راح تقدر تولد بالطريقة الطبيعية المعتادة وولادة طبيعية، ممكن الام تحتاج الى تداخل جراحي والحاجة الى عملية قيصرية، والعملية القيصرية بالام اللي تعاني من وزن زائد ما تكون بالطريقة المعتادة والطريقة السهلة، يعني تكون علينا كتداخل جراحي نوعا ما نلاقي بعض الصعوبات. ممكن ايضا خلال العملية هي نفسها ممكن الأم تتعرض إلى نزف، ممكن تتعرض إلى خطورة الخثرة أيضا خلال التداخل الجراحي. طبعا أكو فد موضوع مهم هنا لازم نتطرق له بالأم التي تعاني من وزن زائد. لاحظنا بالسنوات الأخيرة هو أكو هواي عمليات اللي دي يسووها هي عملية قص المعدة. شلون إحنا نربط بين عمليات قص المعدة والعلاقة بالحمل؟ طبعا الأم اللي مسوية عملية قص معدة وتريد تقدم على الحمل، النصيحة الأولى اللي لازم ننطيها هو لازم أن تنتظر على الأقل سنة واحدة إلى أن تحاول على حمل، لأن بالسنة الأولى بعد عملية قص المعدة هاي السنة راح تفقد الأم بها وزن كلش عالي، وممكن أيضا يكون نقصان الوزن بطريقة سريعة، لذلك الأم راح تعاني من نقص كلش حاد بالفيتامينات. فإحنا هنا ننصحها لازم تأخذ فيتامينات كافية. من أهم الفيتامينات اللي تحتاجها الأم نحتاج إلى الحديد، فيتامين كي تحتاج، فيتامين دي، الفوليك أسيد، الأيودين لازم يعني تعوض يعني بنسب كافية. والأم اللي طبعا يعني متعرضة إلى عملية قص معدة وممكن يصير حمل أيضا تبقى بخطورة، ممكن خلال الحمل تتعرض إلى ارتفاع ضغط، إلى مرض السكري ومضاعفات أخرى. طبعا مو فقط يعني قلنا تأثيرات خلال الحمل وقلنا التأثيرات خلال الولادة، التأثيرات حتى بعد الولادة. طبعا الأم اللي تعاني من سمنة ووزن زائد يعني حتى بعد الولادة ممكن تتعرض إلى هواي مضاعفات، والمضاعفات طبعا هنا تكون ايضا على الام، لان احنا هنا عندنا هو عندنا يعني اثنين يعني اشخاص احنا دا نتحدث عليهم، الام والطفل المولود حديثا. ايضا طبعا الام بعد الولاده قلنا ممكن هي يعني ما ولدت بالصوره الطبيعيه، تعرضت الى عمليه قيصريه، وهنا العمليه القيصريه قلنا بعد الولاده تكون الام يعني ممكن تعاني من خطوره التهاب جرح العمليه القيصريه، ممكن ايضا تعاني من خطورة تتعرض الى تخثر بالاوردة بالقدم. وطبعا هذا مرض التخثر هو مرض خطير
لان هذه الخثره ممكن يعني اكو خطوره الخثره هاي تتحرك وتصير خثره رئويه، وطبعا الخثره الرئويه هي مرض قاتل للام يعني هذا بعد الولاده. بعد الولاده طبعا مرض الخثره الرئويه يزداد ب يعني اضعاف مضاعفه خلال هاي فتره اللي احنا حتكون هنا الام فتره نفاس، وفترة أكيد هي يعني من حتكون تعاني من وزن زائد يعني حتكون حركتها قليلة، فلذلك إحنا نخاف بهاي الفترة فترة النفاس من مرض الخثرة اللي هو هذا لأن مرض قاتل. وبالنسبة أيضا للطفل المولود حديثا أيضا ممكن أن يعاني من مضاعفات، ممكن الطفل يتعرض لمرض أبو صفار، ممكن يصير عنده هبوط بالسكر، ممكن أيضا يكون هو أصلا مولود يعني ولادة مبكرة لأن هي الأم اللي تعاني من وزن زائد تكون بخطورة ولادة مبكرة. طبعا هي هواية مضاعفات تكون على الأم، لكن إحنا ننطي المعلومات اللي تفيد الأمهات يعني اللي توصل لهم بوضع يعني شلون تفتهمها في شيء مبسط. ننطي أهم المضاعفات، وأنا برأيي أهم المضاعفات هي مرض الخثرة الرئوية لأن يكون قاتل للأم مرض الخثرة الرئوية. إذن نعود إليكم مشاهدينا مع جزيل الشكر للدكتورة تكتم لما تفضلت به حول السمنة والمرافقة للحمل وكيف يمكن للمرأة أن يعني إن شاء الله يكون لها مستقبل أمومة مع إن شاء الله طفل يكون في أحضانها، وكيف ممكن أن تتخطى حالات السمنة. نسأل الله أن يرزق كل من لم ترزق بوليد إن شاء الله الوليد الصالح والطفل اللي يكون قرة عين لهم بحق محمد والطاهرين. إن شاء الله يحصلوها هالنعمة هذه إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام أكيد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ونقول لا تخف شيئا قبل حدوثه، واصرف فكرك وخوفك من الغيب فهو في علم الله. نستودعكم الله وإلى الملتقى في حلقة جديدة أخرى، في أمان الله وحفظه.